السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطلع كده اتفرج على الطرق الجديدة، بقالنا فترة بنشوف رادار جديد كده الحكومة نزلته، مركبينه عامل صندوق اسود كده عامل زي السماعات بتاعت الدي جي، الناس كلها مسمياه كده. يعني عايز بس اقول لكم سريعا كده، الرادار ده بيقدر يحدد سرعتك من على بعد 100 متر. فلو انت من الناس اللي هي قبل الرادار على طول بتيجي تبطأ، فاحب اقول لك لا ما تبطأش، انت كده كده لبست المخالفه. الرادار ده هو احدث رادار حاليا موجود، والحكومه جايباه علشان ايه؟ هنقول دلوقتي جايبينه علشان ايه؟ علشان انا بصراحه بقيت بستغرب جدا في شويه حاجات كده بتحصل، لكن هتكلم معاكم بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الامانه يعني. المهم الرادار ده بيقدر يجيبك من على بعد 100 متر يحدد سرعتك، وكمان بيقيس من على بعد 100 متر سرعتك كانت كام، ولما وصلت عنده بقت سرعتك كام، علشان يقدر يحدد انت بتحاول تخالف ولا لا. وكمان بيقدر يكشف لو انت لابس الحزام او مش لابس الحزام، بغض النظر عن لون الحزام ولون التيشيرت او القميص اللي انت لابسه، عشان الناس كتير قوي كانت بتاخد مخالفات وهي لابسه الحزام لكن لابسه حزام اسود ولابس قميص اسود او تيشرت اسود، فكان بياخد مخالفه بالظلم. ده الرادار القديم، انما الجديد ده ما فيهوش القصه دي. غير كمان ان الرادار ده انت حضرتك ممكن ما تشوفوش، لانه ممكن يتحط بعيد عن الطريق ب 14 متر. ب 14 متر يعني ممكن ما تشوفوش. طيب غير كمان ان الرادار ده يقدر يشوف لو انت هتاخد غرزه، هيشوف الغرزه. لو انت جاي مثلا تاخد غرزه في الطريق على بعد ال 100 متر، خدت غرزه دي مخالفه، هو بيشوف الغرزه وبيصورك وبيدي لك المخالفه على الحركه اللطيفه اللي انت عملتها دي. بما يرضي الله كده، انا عايز اسال الحكومه، هو احنا جايبين سيستم الرادارات ده علشان خايفين على الناس، ولا علشان نطلع فلوس من الناس؟ يعني هل احنا جايبين الرادار ده من الاخر كده علشان صرفنا كام فهنلم من وراه كام مشروع يعني، ولا احنا جايبين الرادار علشان خايفين على الناس فالناس تقلل او تحد من السرعه بتاعتها، فبالتالي نقلل الحوادث على الطرق بعد ما الحمد لله ربنا كرمنا بقى عندنا طرق نوعا ما بقت كويسه وواسعه. ف بما يرضي الله يعني كده، هل ده اللي بيحصل ولا ده؟ انا ردوا عليا في الكومنتات، انت شايف من وجهه نظرك الشخصيه الحكومه جايبه سيستم الرادارات الجديد ده علشان خايفه على الناس ان هي تزيد من سرعتها، ولا ان هي تلم من وراهم فلوس من المخالفات؟ تعال نبص على سيستم الرادارات قبل ما يظهر السيستم الجديد ده، كنت هتلاقي كاميرات بتاخد فلاش، ودي موجوده على يعني مثلا في كباري من الكباري الجديده، تلاقي نفسك طالع الكوبري فيه رادار الكاميرا دي، تيجي نازل من الكوبري تلاقي رادار تاني نفس الكاميرا دي. في بقى بتاخد فلاش، وفي بتاخد بالانفراريد زي اللي هو البوكس الجديد ده. البوكس الجديد ده انت ما بتشوفوش ولا بيصور ولا بيعمل حاجه كده سودة، عامله زي سماعه الدي جي وبس، ما فيش حاجه تاني. ف انا يعني انا شايف من وجهه نظري الشخصيه يعني ان احنا محتاجين من البوكس ده ناخد بوكسات كتير فاضيه كاموفلاج يعني فيك، ونرصها على كل الطرق بتاعتنا علشان نخوف السايق ان هو ياخد مخالفه فيحد من سرعته، وبنفس الوقت قللنا التكلفه بتاعه الرادارات، لان تكلفه الرادار ده مش رخيصه، تكلفته غاليه. لو عملنا الصندوق ده فاضي من غير ما يكون هو، خلي بالك صندوق الرادار ده مقسوم لجزئين، جزء فيه الكاميرات و و و وجزء تاني فيه الباور سبلاي والكهرباء بتاعته مش عارف. فلو احنا حاولنا ان احنا نجيب من نفس الصندوق ده فاضي من غير الكومبوننت اللي جوه او من غير الجزء الداخلي، نحط يا باشا بقى ايه، حط كتير بقى على الطريق، خلي الناس تبقى خايفه مش عارفه انهي فيهم اللي هياخده مخالفه، فيفضل ماشي ملتزم بالسرعه المحدده للطريق
فكده انت حافظت على سلامة المواطن بتاعك. انما اللي بيحصل حاليا لا، بيحصل ان الحكومة بتجيب سيستم رادارات وكل مرة بتطور بينزل حاجة جديدة بتجيبها علشان خاطر تقدر تلم بيها مخالفات يتم سدادها في المرور وقت ما بترخص او في الوقت اللحظي. وده مش هو الكونسبت اللي في العالم كله ماشي بيه على المخالفات، لا، العالم كله ماشي بكونسبت المخالفات دي لحماية المواطن من السرعة الجنونية اللي ممكن تخليه يأذي نفسه ويأذي الناس اللي حواليه. لو احنا ماشيين بالسيستم ده عندنا هنا مش هيبقى ده حالنا، ان احنا كل فترة بنجدد السيستم بتاع الرادارات وبنزود رادارات على الطريق بأرقام كبيرة، كل الهدف منها ان هي تاخد مخالفات من الناس ونلم من القصة دي فلوس وشكرا على كده. في ناس على فكرة ما بيفرقش معاها، في ناس بيقول لك ايه هدفع كام يعني 150 200 300 مش مهم بس انا بحب اجري. طبعا ده مصيره مش حلو يعني، بس هرجع واقول لك خلاص بعد ما الفيديو ده انا قلته مثلا، بعد ما قلت لكم المعلومة دي مثلا بتاع ال 100 متر ممكن يبقى قبل الرادار مثلا، هو عارف الرادار ده هنا قبليه ب 100 متر بيهدي، عدى الرادار 10 متر ويرجع يزود سرعته تاني. لو عملنا بقى السيستم اللي انا قلت لحضرتك عليه دلوقتي، حطينا نفس الهيكل بتاع الرادار ده على الطريق كله، ما بين كل 100 متر نحط صندوق، كل 100 متر نحط صندوق، والمواطن ما يبقاش عارف انهي فيهم اللي راكب فيه الرادار الفعلي، اعتقد ان انت في الحالة دي هتكون بتحافظ على سلامة المواطن بتاعك. مش الهدف ان انت تعمل سيستم رادارات ان انت تلم فلوس من الناس وبس. عايز تلم تمن الرادار مفيش مشكلة، حقك، مش هقولك لا، بس يبقى فكر بشكلين، وين تو وين سيتويشن. يعني ايه؟ يعني انت كحكومة تكسب والمواطن كمان يكسب. انت تكسب ازاي؟ من المخالفة لو هو عدى السرعة المحددة للطريق، والمواطن يكسب ازاي؟ ان هو يبقى دايما على الطريق خايف ان هو يعدي السرعة المقررة فياخد مخالفة، ففي الحالة دي هو بيظبط سرعته، فانت بتحافظ على حياته وحياة الناس اللي معاه في العربية وحياة الناس اللي حواليه في الطريق. موضوع شائك وكبير، وما اعتقدش ان في حد هيتكلم فيه بجرأة زي ما انا بتكلم دلوقتي، لكن انا والله الناس اللي بتابعاني كويس، مش الهدف ان انا اعمل مشاهدات ولا الهدف ان انا اقول لك معلومة عن الرادار وخلاص، لا، الهدف ان انا عاوز نكون بنفكر بالشكل سوي، بنفكر في مصلحة المواطن وفي مصلحة يعني الدولة تفكر في مصلحة المواطن وفي مصلحة تفكر في الاثنين. اعتقد دي هتبقى افضل بكتير من ان انت يبقى كل هدفك انك ازاي تعمل نظام رادارات يلم فلوس. اخر حاجة قبل ما اقفل القصة بتاعت الرادارات دي، قبل ما اقفل اخلص كلامي، الابليكيشنز اللي بتبقى موجودة على الموبايلات عشان تكشف الرادارات فين، وخلي بالك واول ما الرادار يقوم مزمر لك علشان تهدي، احنا لازم نشوف حاجة للابليكيشنز دي نوقفها، لان الابليكيشنز دي هي اكتر حاجة بتأذي المواطن بجد. انت عايز تهرب من الرادار مفيش مشكلة، بس انت بتهرب من الرادار علشان بعد كده بتلبس في قصة تانية خالص في السرعة، لا قدر الله ممكن يعني السرعة بتعمل حوادث رهيبة. وخلي بالك برضو الابليكيشنز دي مش كلها صح، لان الابليكيشنز دي بتعتمد على قصة ملهاش علاقة بالواقع قوي، يعني بتعتمد على ناس بتسجل ان هنا في رادار، او بيكون موجود على الخرائط ان هنا في رادار، لكن ما بتعتمدش على ان فعلي هنا بتحس مثلا في انفرا او في عن طريق الوايرلس مثلا بتحس استشعارات من لا مفيش كده. فهي مش دايما صح يعني، علشان بس ما تفتكرش ان انت بقيت اذكى واحد في الكوكب لما حطيت ابلكيشن بيكشف الرادار على التليفون، مش دايما صح. ومع ذلك هي مش حاجه كويسه، لا بالعكس هي حاجه سيئه جدا جدا، وفعلا بتاذي نفسك بيها مش وبتأذي اللي حواليك كمان. انت الموضوع خرج من ان انت خايف ان تاخد مخالفه، لا لا قدر الله السرعه دي هتأذي بيها نفسك وتأذي بيها اللي معاك في العربيه وتأذي بيها الناس اللي حواليك على الطريق. قبل ما نقفل اللايف انا عايز اعرف ايه رايكم
في اللي انا بقوله في موضوع الرادارات، ايه رايكم في موضوع الابلكيشنز دي، وايه رايكم كمان في قصه احنا نحط رادارات كتير على الطريق فيك مش هتكلف حاجه؟ وهل السؤال ده مهم جدا، هل من وجهه نظركم الحكومه بتعمل الرادارات دي علشان تلم فلوس ولا علشان سلامه المواطن؟ قبل ما نقفل اللايف، للاسف الشديد من بعد العيد الارقام بتاعت فواتير التليفونات والغاز والميه غليت بشكل غريب جدا، مش عارفين ايه السبب. فمتشكرين يا حكومه على العيديه الجميله دي، ما اكلناش لحمه وبندفع فواتير زياده، وبرده مش ده الحل. انا بقول لك اهو، الناس اللي في وزاره الماليه اللي فاكره ان ده الحل، ده مش الحل. الحل ان احنا نشتغل وننتج ونصدر ونجيب عمله عن طريق التصدير. مش الحل ابدا ان احنا نفرض ارقام زياده على الخدمات اللي الحكومه بتقدمها للمواطن. مش ده الحل والله. اسف لو كنت طولت عليكم. كل قنواتي الشرعيه على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، والتيك توك. واتمنى ان انت تعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، عشان موضوع الرادارات ده فعلا موضوع مهم جدا 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 جدا. وربنا يسترها علينا وعليكم على الطريق، ويا رب ما اشوفش اي حاجه وحشه في اي حد. قبل ما تسيب الفيديو تروح في اي حته صلي على النبي. اشوفكم دايما يا رب على الخير. كان معاكم شريف ياسر اون تراك، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.